نقولوا عليك ديروا بيزو يا اختي عطاك الرضا تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك الله بيزو شوفوا نساو عليا كلشي شوفوا انا الطاقه الايجابيه وداكشي مشى محتاجكم نتوما ترجعوا لي شوف باقا بزاف متاح الجوا باقا بزيفك كنصلي الظهر انا عندي احساس غندير الحجاب انا نقول لكم الصراحه يا ربي تثبتني نبداو بشويه بشويه والله يقوي الايمان ديالي البنات قسما بالله واحد الراحه النفسيه في الصلاه واحد الراحه ما عرفت كيفاش كنا عايشين اقسم بالله ما عرفت كيفاش كنا عايشين الصلاه عماد الدين انا بابا ديما كان كيقول لي ديما 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 وصلي ونقطع ونصلي ونقطع ولكن اي حاجه كطرى لنا فيها خير وي انا في مشكل كبير ولكن كنقول ربي دار لي غير قررت من الله سبحانه وتعالى هادشي اللي كاين واش اللي قرا داك الحب كامل ما يضحكش سير الله يحفظكم والله ينوركم يا نورات ديروا معايا البنات البارح انا كندير لكم في ديك لا فيديو كنت باركه في البالكون فاش خرجت والبنات كيقول لي لا 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 اش هاد النور كامل اش هاد الشيء اختي وجهك شوفي باش تكون معاك صريحه ليكرون ولي كومبليمون باش صافي كنشرب داك الدواء ديال لا تيرويد كان ما كنتش كنفطر كاع ما كناكلش كدير شي القيمه في امي كندير الكومبليمون صافي باش كتعيشه اما باش تكون معاكم صراحه داكشي اللي يسوا وداكشي خاطر ترى الخاطر فين هو الخاطر انت فين هو الخاطر راه كانت باركه معايا مسكينه حماتي وكاينه ماما باقا معايا هما اللي كانوا كيتولاو الوليدات هما اللي كانوا كيديروا كلشي انا كنصدق اختكم وباقا ولكن الحمد لله عندك وليدات كنقول لكم دائما الام العمود الفقري ديال العائله خاصها تنوض وخا تكون ضربه فيها حتى للقلب علاش هكا وجهك منور شوفوا انا هاد الايام البنات دازت عليا انا ما كنتش كنبرك في الدار يعني فريمون كيكون عندك شي مشكل خاصو كتقلبي لي على الحل ديالو راه دختكم طواحد ولكن قلبي لي على الحل ديالو راه دختكم طواحد ولكن حاجه واحده اللي ما كتشوفي انا في الصراحه راتكم ضروا في ليكرون ليكرون حيت راكم عارفين راه الله يرحمنا الله يرزقنا الشواخي ميم سي البنات الاخري فاش تصيب انا ليكرون ما كتخطعنيش اه حيدي لي من ليكرون ديال العام ليكرون يلاه خرجات ليكرون يلاه بداو كيبانو 130 عام وهي كاينه البنات كنصح بها اي واحده تخيلوا شوفوا وجهي ما تقل الحمد لله روعة حتى في الصيف وجه ما كيكحلش علاش كل ساعتين ثلاثه السبيع كتبقى ساكت ايطاليا بحال كريم دي جور لا تروس اصلا لا تروس كيجي فابور اختي كيجيك فابور لا تروس روعة واعره حتى الباكاجين ما كتسخيش بيه شوفوا بيلا اورورا 130 عام وهي متواجده انترناسيونال خطيره البنات واعره 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 لي تريكوني محتاج نهضر عليها كتباع في لي فارماسي لي سبي اف بلس بلس 50 لي زوين فيها هي لي طاج انا نقولكم بالفقيس وجهي كي كان لي طاج اللي كيكون عندك في الوجه ما كيبقاوش طاج انا نقولكم بالفقيس وجهي كي كان لي طاج اللي كيكون عندك في الوجه ما كيبقاوش يعني هي اونتي طاج كتيدغاتي لو فيزاج كتحمي لك من الشمس شوفوا لي لا تيكستور شوفوا شوفوا دابا الوجه كي كان شوفوا كيفاش غيقول لي البنات يا بسم الله احسن حاجه في ليكرون كتعجبني هي لانفيزيبل واحد لابريونس واحد افي بونين كتعطي خطيره شوف اللي فيك مهنيك ولكن اختي وجهي سمحي لي شوفي 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 تبارك الله شوف شوف وجهها كيفاش كان ناشف شفتي وجهها كيفاش كيما سورتو البنات دابا شتا وجهك كيتقشر لينا وداكشي خطيره كتحميك من الشمس كتحيد لك ليطاج انفيزيبل البنات كتعطيك ديك افي بون من ديك لابريونس بحال وجهك دايره لي شي سوان فيزاج شوفي خطيره والثمن ديالها زوين وفيها كونتيتي محترمه كتدي لك مده كبيره انا بريسك دابا بريسك شهرين ونص باقا عندي وكيجي مع هاد لا تروس ديالها غاتو هذا كيعطيو لك فابور بالنسبه ل عارفاكم توحشتوا اختي هاد الفقرات هادشي اللي درت الوليدات درت لهم تاكوس ولي بات بصوص بلونش هذا راه دي ميني تاكوس البنات راه صغيورين شوفوا ليا شكون منورنا شوفوا شوف حنا غدانا بوحد قولي ماما شنو غنطيب لك قولي يا ماما لا ماما شفتيني مرقده الروز ما قدرتش نفوت لكم هاد الانبوكسين الرائع البنات شوفوا ليا الحاجه ام الاختراح اختي ما كاين لا سالات البوطه لا حتى شي حاجه كوكوت اكسبريس خطيره كيجي معها البريز ديالها البنات الكتريك ما عندها حتى علاقه بالغاز كيجي معها البخار ديالها كيجي معها البريز كيجي معها واحد العيبه باش تهزي لوغي خديتها يا اختي وفرحانه بها ديال غرانيت اختي ديال لا مارك بلاك ديامون راه معروفه
قررت نطيب فيها مريقه. شوفي الطريقه د مريقه وشوفي قررت نطيب فيها مريقه شوفي الطريقه د مريقه وشوفي كيفاش غتخرجها ليا. كديري العطريه ديالك بصيله وريقه سيدنا موسى الربيع، درت بطاطا حلوه والبسباس وبطيطه وجليبينه، رويتها عادي بحال كديري المريقه العاديه. ايوا درت لها هنايا بولي خليتها كطيب واحد 12 دقيقه كتصفر على خاطرها. شوفوا ليا المنظر، شوف غنخلي لكم لو ليان ديالها هنا. البنات ما تفلتوهاش، ملي كنقول لكم واعره راه فريمون واعره، جات بنينه هنايا على جميع الطرق اللي كتوجدي بها سباغيتي ديالك من اروع والد ما دقت. اول حاجه غادي ناخذ الدنجال غنقطعو دي مورسو وغادي نقليوه، نمرمدو في الدقيق ونقليوه باش ما يشربش لنا الزيت. غناخذو الماء نديرو فيه شويه ديال الزعتر مليحه وزيت الزيتون باش نسلقو سباغيتي ديالنا. غنديرو طوماط سوغيز نقطعوها على النص، ملحه شويه ديال الزعتر البزار زيت الزيتون، ونسوطيو الطوماط سوغيز ديالنا مزيان كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غنزيدو معلقه كبيره ديال الريكوتا ولا ديال الجبن شنو ما متواجد عندك، وغادي نزيدو شويه ديال التحميره شويه ديال الخرقوم، وغادي نزيدو الشامبينيون فخي كيعطيها واحد اللذه عجيبه. وهنا غادي نبداو نسلقو سباغيتي ديالنا اللي ما تفوتوش فيها 9 ديال الدقائق باش ما تعجنش وتجي رائعه. هنا لي شامبينيون ديالنا صافي خداو جوج دقائق ثلاثه، غنزيدو الطون، بغيتي ما تزيديش خليها فيجيتاريان حتى هي غتجي روعه. من بعد غنزيد واحد نص كاس ديال لا كريم فريش، بغيتي حتى هي تستغني عليها حيت هذيك ريكوتا كتعطيها لذه ولا اروع. وهنا غنزيدو لو سكري، من بعد ما غنزيدو سباغيتي سكري ديالها هو هذاك الدنجال اللي قلينا في الاول، كيخلي ليها واحد المذاق خيالي. واخر حاجه عندك البارميزان، انا ما كانش عندي، انا كاين فرماج احمر هو اللي ضفت في الاخير مع كاس ديال العصير. وغادي نقول لك في هذا الصيف وفي هذه الحراره بصح